صباح الخير يا عشرة. صباح النور. كيفكم اليوم؟ الحمد لله. طيب اليوم عنا درس كتير كتير حلو، بيحكي عن فصل معين وفصول السنة، بنلاقي هي الألوان موجودين بهذا الفصل. طيب أول شيء حنحاول ناخذ فكرة عن بعض مع بعض عن فصل الصيف، شو بيميز يا ترى فصل الصيف؟ اللي هو نحن طبعا قطعناه وصرنا بفصل الشتاء. برفع الإصبع تفضل. الشمس. أعطيني ميزة. الشمس. طيب الشمس هي بشو بتتميز الشمس؟ بلونها شو؟ بلون الأصفر. الأصفر، يا ترى هذا الأصفر هو لون متوهج وقوي ولا خفيف؟ لون متوهج وقوي. برافو. طيب ممكن تعطيني ميزة ثانية لفصل الصيف؟ الوردة الحمراء. ممكن الورود الحمراء، تمام. كمان طبعا ممكن نلاقي ورود بألوان ثانية، ممكن حتى نلاقي الأصفر، صحيح؟ تمام. ممكن تعطيني كمان ميزة؟ النار. النار ممكن نستخدمها نحن، ممكن نحن نستخدمها بالشتاء كمان، نتدفى عليها مو بس بالصيف. ممكن نحن نستخدمها بالصيف لقضاء حاجات معينه مثل الشواء وهالقصص، تمام. طيب ممكن يعطيني كمان ميزه للصيف؟ شو نحن بنحس فيه اكثر شيء؟ بالحر. بالحر الشديد، تمام. طب هذا الحر الشديد اللي عم يصير بالصيف نحن عم ننتقي منه الالوان، عم درسنا الواننا اصلا عم تحكي عن الحراره العاليه، فهي اخذنا اسمها من الحراره العاليه، يعني اسم الالوان الحاره. لما نحن نقول كلمه حار شو اكثر شيء بيخطر على بالنا؟ اكثر لون بنحسه كثير قوي؟ تفضلي. اللون الاصفر. الاصفر، تمام. الاصفر المتوهج مثل مثلا الشمس، النار. الاحمر. الاحمر كمان. شو كمان؟ البرتقالي. صحيح. معناتها نحن وصلنا لثلاث الوان اساسيين هن موجودين بالالوان الحاره، هن الاحمر والاصفر والبرتقالي. البرتقالي. طيب نحن سالنا حالنا شي مره كيف ممكن نحن نحصل على اللون البرتقالي، يا ترى كيف نحن ممكن نحصل على هذا اللون بمزج انه لونين؟ مين؟ تفضلي. نمزج الاصفر مع الاحمر فيتبين معنا البرتقالي. برافو، برافو عليكي، تمام. احنا معناتها بنحصل على اللون البرتقالي بمزج لونين هن الاصفر والاحمر، لونين اساسيين. طيب نحن اليوم بدرسنا حنشوف فنان استخدم الالوان الحاره بلوحاته. هالفنان هو رسام نمساوي اسمه جوستاف كليمنت. رسم لوحة فيها واضح فيها توهج الألوان والألوان الحارة بقوة. مين بيقول لي شو شايف باللوحة؟ برفع الإصبع. تفضلي. فتاة. فتاة، طيب هاي الفتاة شو الألوان اللي أكثر عم تبرز باللوحة؟ الأصفر. الأصفر المتوهج اللي عم يجي حتى على ذهبي من التوهج، صحيح. شو كمان؟ شوف ألوان. الأسود. الاسود، بس هو يعني مو لون حار. مو لون حار، في الوان ثانيه عم نشوفها مثلا مثل هون شو عم نشوف؟ البرتقالي. البرتقالي وممكن شويه احمر مثل هون على ما موجود. لا. تمام؟ يعني موجوده تقريبا كل الالوان اللي عم بحكي عليها هي الوان حاره. هذا الفنان مشهور ومعروف انه هو استخدم الالوان الحاره بقوه بلوحاته. طيب هلا هي هون بالصورة عم يتوضح معنا كيف حصلنا على اللون البرتقالي مثل ما ذكرنا من شوي، هو خليط بين الأحمر والأصفر المتوهج أعطانا اللون البرتقالي. طيب نحن بالعالم اللي نحن فيه هلا والبيئة الموجودين فيها والفصول اللي مثل ما ذكرنا فيهم، شو كنا عم نحكي نتناقش مع بعض شو هو اكثر شيء موجود هي الالوان بانه فصل، فنحن اخترنا الصيف، طبعا هو موجود باقي الفصول بس اكثر شيء بما انه هو حار موجود بفصل الصيف. طيب هون عاطينا مثال هو البرتقالي موجود بقوه فيه بين الاصفر والاحمر، لاحظنا بالنار. الورد الحمراء كمان من الالوان الحاره. الشمس، توهج الشمس حتى اعطتنا الشمس شو الاصفر، درجت على الاورانج اللي هو البرتقالي، اخر شيء وصلت للاحمر. ذاكرين الالوان الحاره هي الاصفر والبرتقالي والاحمر مثل ما استنتجنا، طبعا هي الالوان عم تشعرنا بالدفء، يعني
يعني وقت نشوف اللون الاحمر او الاصفر او البرتقالي ما عم نحس بالدفء، بعكس ما نشوف مثلا انا اللون الازرق بحس بالبروده اللي هو اللي بيعكس للسماء وللشتاء وهالقصص. هلا هي عناصر موجوده بالطبيعه، نحن رح ممكن نمزج لونين اساسيين من مثلا الاحمر والاصفر نحصل اللون البرتقالي. ممكن انا استوحي من لوحه الفنان اللي شفناها واللي ذكرتها قبل بشوي، ممكن انا استوحي من اسلوبه ارسم اعبر اليوم عن الالوان الحاره. ممكن انا ما استوحي من اسلوب الفنان، انا حبيت اسلوبه بس انا بدي يكون عندي اسلوب الخاص بدي اعبر فيه عن الالوان الحاره اليوم. فانتوا برجع لكم الحريه لكم شو حابين ترسموا انتوا باسلوبك او بتاخذ من اسلوب الفنان تعبر لي بلوحه عن الالوان الحاره اللي حكينا عنها وذكرناها، اللي هي بنستخدم فيها ثلاث الوان اساسيه، لونين اساسيين ولون ممزوج فيهم حصلنا عليه من المزج اللي هو البرتقالي. واللونين الاساسيين هن شو؟ الاحمر والاصفر. يلا نبدا. طبعا هي مثل ما ذكرنا نحن درسنا كان على الالوان الحاره، فيكي تعبري انت بطريقتك من خلال استخدام هالالوان. في حطينا أمثلة معينة فينا بأسلوبنا نحن نرسمه، صحيح؟ يب. فينا نستخدم اللون مباشرة إذا بتحبي. إحنا مثل ما بنعرف رسوم الأطفال اللي انتم بهذا العمر بتتميز بالعفويه، يعني احنا ما كثير بنتضايق هذا الخط شوي راح حال مثل ما انا بدي، يعني جماليه اللوحه والفن عندكم بهذا العمر هو بيتميز بالعفويه، يعني انا لما قد ما بكون عفويه على قد ما بتطلع لوحتي افضل، انا مالي ملزمه بمقاييس معينه ولا ملزمه انه بطلع فنان مثل عم نشوفهم هلا فنانين كبار، حتى ممكن لوحتي انا تطلع بالعفويه افضل. صحيح؟ شو عم ترسمينا؟ مربعات. تمام، بدك تعملي تداخل فيهم؟ الشمس هي بس لونها اصفر؟ لا، فيها تدرجات الوان. طيب ممكن هلا نضيفهم؟ طبعا احنا بنحاول وقت اذا حبينا وهو انا بفضل انه ما نستخدم القلم الرصاص فينا نرسم عفويه، واذا استخدمنا القلم الرصاص فينا شو نعمل؟ نحاول ما نشد عليه مشان وقت نمحي او نضطر نمحي أو نعدل ما يعطيني أي خط تحته، صحيح؟ فينا نبلش نلون. اعمل تدخل طريقة مثلا فيني اعمل مثلا هي فيني ارجع بالفرنسي ممكن اصفر معه
هالطريقة بدون ما أعمل هاي اللهجة. تمام، شو كمان؟ فينا نضيف لها أورانجة جواتها؟ طبعا. يا ترى انتو محبين الألوان الحارة ولا الباردة؟ بتحسسنا بالدفى ولا بتحسسنا بالشوب؟ أنا بحب بتحسسنا عفوا بالبرد. بحب الألوان الحارة. حارة. بحب الدفى. وانتي؟ الالوان الباردة. انا بحب الالوان الباردة. كمان باردة. يعني بتحسوا بكل مجموعة الباردة او الحارة في لون بنفضله اكثر من الهي. ممكن مثلا انا افضل بالالوان الحارة، ممكن افضل الاحمر، بس انا هذا ما بيعني اني انا ما بحب شيء بارد. انا بحب من الالوان الباردة الازرق. ممكن واحد يحب من كل مجموعة لون معين. نحاول نكون بنفس الاتجاه عشان يطلع في حالة اضطريتي للبراية ممكن أنا ساعدك. حتى لو درسنا ما بيتضمن الاخضر طبعا فينا، لانه الورده بدها عرق اخضر. صحيح. يا ترى الاخضر هو الوان حاره؟ لا. بارده؟ بارده؟ لا. بارده؟ انت شلون بتحصل على اللون الاخضر؟ مزج انه لونين؟ اصفر وازرق. اصفر وازرق. طيب لما تكون نسبه الخضار بلون بارد بيعطيني على زراء اكثر او على بروده، فهو لون حسران، هو لون بارد. الاخضر بنعتبره وقتها لون بارد. نعرف كمان انه بردة عباد الشمس بتعبر كمان عن شو؟ اللون الالوان الحارة. تمام. هي من الالوان الجميلة المتوهجة. ممكن انا كمان اعبر بعباد الشمس، تتضمن الاورانج، البرتقالي اللي هو البرتقالي، تتضمن الاصفر، ممكن شوية ظلال بالاحمر. اعطيه البراية. ممكن احط البراية بالنص، بده اياها بيستخدمه. رفيقتنا هون رسمت لنا
وردة وشمس. شو ممكن تضيفي لنا كمان على اللوحة؟ ممكن تعملي لنا فراشة مثلا كمان متوهجة معه حمراء. ممكن ساعدك مثلا انا بهي الارنبي والسخي. بهي الطريقة ما بعود بصير عندي اللي صار من هي المنطقة. تمام؟ اذا قدرت تتحكم شوي بالوقت بحصل على اللون اللي بدي اياه بدون اي حافظ على النظافة بدون بيها خطوط تاني ما بتياها. استعملتها بعدين حطيت الحمى بعدين حتى تحصلي على اللون اللي بدك اياه. في ناس تعمل الوان غير الاحمر. طبعا في اي اضافه. طبعا صحيح درسنا هو بيحكي عن الالوان الحاره بس اي اضافه ممكن احنا مضطرين نستخدمها باللوحة أو لازم نستخدمها لتكمل لوحتنا فينا نستخدمها حتى لو ما كان اللون حار. ممكن تكون أحلى. صحيح. مهم نحن تعلمنا شو هي هدفنا نتعلم شو هي الألوان الحارة وين موجودة، شو الفصل اللي ممكن تتميز فيه، ويا ترى هي موجودة بفصول تانية، هي موجودة في حياتنا اليومية، النار، الشمس، الورود. كيف بنحصل على اللون البرتقالي بمزج أنه لونين؟ نحاول هلا نبلش بقى ننهي اللوحة. انهيها. طيب عطيني شو اسمك؟ ما تعرفنا على اسمك؟ شيماء. شيماء، برافو يا شيماء. انتهيت. انتهيت. تمام. هلا حتحكي لنا عن اللوحة ما؟ صحيح؟ شيماء و ليال. ليال و وسيم. وسيم. مريم ممكن انت يعني بهدوء ما في مشكله نحن بانتظارك. بنهاية الدرس احنا شو تعلمنا؟ ممكن اللي قبل ما نشوف اللوحات تفضلي. الالوان الحارة. طيب هي الالوان الحارة مين ممكن يذكر لي اياها؟ تفضلي ليال. الاصفر والاحمر والبرتقالي. طيب كيف نحصل على اللون البرتقالي؟ بدمج الاحمر مع الاصفر. صحيح. من الامثلة الموجودة بالطبيعة بحياتنا اليومية على الالوان الحارة؟ الشمس. الشمس بتدل على انه لون؟ الاصفر. شو كمان؟ البرتقالي. الاحمر خفيف الاحمر. طيب معناتها نحن بالشمس كمثال احتوت الالوان الحاره اللي نحن عم نحكي عنها اليوم بدرسنا. ولو كان معنا الوقت شوي قصير فنحن حاولنا نعطي بلوحاتنا ولو مثال بسيط شو نحن تعلمنا بهذا الدرس. عندنا رفيقتنا هون ليال حبت تعبر بالمربعات كيف هي قدرت تحصل على اللون البرتقالي. حطت ليال اللون الاصفر وحطت اللون الاحمر اللي هو كمان لون حار لحتى حصلت على اللون البرتقالي. ورجتنا ليال اليوم انه هي تعلمت كيف تمزج بين الاصفر والاحمر لتحصل على اللون البرتقالي. برافو يا ليال. شكرا لك على هاللوحه الحلوه. طيب رفيقنا هون حاول تعبر بالاشكال الهندسيه
عن كيف ادمج الاصفر مع الاحمر لحتى شو يساوي. طيب هون قصدت فيها الشمس ولا ولا قصدت فيها دائره؟ قصدت فيها الشمس. شمس. وهون هون قصدت فيها الورده. الورده. وهون هون قصدك الاشكال الهندسيه؟ لا قصد ما بس انت قلبتيها بالغلط. هيك هون قصدت شو؟ زائد شرط زائد. هي شرط شرط. انا هون حول اللوحة، أنا اعتبرتها أول شيء كبداية أشكال هندسية فمسكتها بهالطريقة، هو اعتبر خلط فيها بين الأشكال الهندسية والتمجن والطبيعة. والطبيعة. سوا، فهو حب يعطينا شوية من الطبيعة مثل الشمس والوردة، بنفس الوقت دخل عليهم عناصر من الأشكال الهندسية مثل ما شايفين، بنفس الوقت هو استخدم الألوان الحارة الحارة إن الثلاثة، الأحمر والأصفر والبرتقالي، برافو عليك. فئتنا هون حبت كمان تاخذ تستوحي من الطبيعه. الطبيعه رسمت الشمس وتوهجها، اضافت البرتقالي، رسمت كمان من الطبيعه فراشات ورد ورده. حتى رفيقتنا هون سالتنا يا ترى نحن بما انه درسنا على الالوان الحاره فينا نستخدم لون ثاني اللي هو الاخضر اللي هو البارد. طبعا نحن باي لوحه حاره حتى لو نحن حابين نعبر بس بالالوان الحاره فينا نضيف اي لون ثاني ممكن يكسبنا جمالي. جمالية صحيح، برافو عليك. وهون رفيقتنا كمان اختارت طبيعة. طبيعة، ممكن تحكي لنا أنا ورفقاتي؟ رسمت فراشة ملونة باللون الأحمر وشمس عليها توهجات بالبرتقالي والأحمر وطبيعة عشب ووردة. رفيقتنا طبعا هي حابه كانت لسه تعطيني بالالوان بشكل افضل وتلور اكثر بس الوقت ما عاد بيسمح، بس نحن قدرنا نوصل معها لنتيجه انه هي تعلمت الالوان الحاره وكيف تدمجهم وكيف تلون، صحيح؟ برافو عليكي. هلا خبروني بنهايه الدرس حبيتوا الالوان الحاره؟ نعم. شو تعلمنا شغلات؟ تفضل. انه لما بدمج الاصفر مع البرتقالي بشكل احمر، ولما بدمج الاحمر مع الاصفر بشكل برتقالي. صحيح. طيب هل يا ترى اجى على بالكم هذا السؤال مثل ما انا هلا خطر على بالي، انه انا ممكن استخدم غير الالوان الخشب لحتى احصل على الالوان الحاره؟ شو الالوان اللي ممكن انا كمان تعطيني نتائج ممكن اجمل وممكن كمان بنفس الجماليه؟ الالوان المائيه. المائيه كمان تعطيني نتائج جميله، ممكن انا بدروس قادمه او حتى نحن اذا حبينا نعمل تجارب بالبيت نستخدم فيها الالوان المائيه. الالوان الشمعيه اللي هي الباستيل الزيتي كمان ممكن تعطيني الوان قويه وتوهج قوي واقدر احصل فيها على الاورانج الدرجه البرتقاليه اللي انا بدي اياها. تفضل. طباشير كمان الوان الباستيل اللي هي مثل الطباشير كمان بقدر احصل فيها على نفس النتائج، معناتها الالوان الحاره انا بقدر اعبر فيها بمختلف الالوان، هي ما لها محصوره والله لا بالالوان الخشب ولا باي نوع الوان، صحيح؟ طيب انا بدي اتشكركم كثير لوجودكم اليوم معي، كان درس رائع بوجودكم، شكرا.